أصدقائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من سلسلة تعليم العود وسلسلة تصوير المقامات على آلة العود. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا احنا ازاي، ايه الفكرة الأساسية لتصوير المقامات، وعرفنا ان الفكرة كلها في الأبعاد، ان انا احافظ على الأبعاد ثابتة. دلوقتي لو انا معايا حاجة زي ده، كتاب زي ده، هو محطوط هنا، عايز انقله هنا، هل حجمه اتغير؟ لا. هل ابعاده طوله وعرضه وارتفاعه اتغير؟ ما اتغيرش. نقلته من هنا حطيته هنا، كل اللي اختلف ان هو اتشال من اليمين اتحط في الشمال، ولكن ابعاده ثابته، شكله ثابت، خامته ثابته، كل حاجه ثابته فيه. هو كده برضو تصوير المقامات، ان انا بشيل المقام من مكان انقله في مكان تاني مع الحفاظ على ابعاده وشخصيته. مثلا وانا بقول مقام العجم، دو دو ري مي فا مي ري دو، ها 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 ها. طب انا ممكن اقوله من مكان تاني، ها 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 ها. طب انا ممكن اقوله من مكان تالت، ها 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 ها. النغمة واحدة ولكن تختلف في حدتها وغلظتها تبعا للدرجة اللي أنا بقول من عليها. علشان نبقى متفقين على المرحلة الجاية في الدراسة، عايزكم تركزوا معايا في الشكل اللي احنا شايفينه ده. ده الشكل ده اللي احنا هنتعامل بيه للفترة الجاية كلها، و ازاي نفهمه. الشكل ده عبارة عن زند آلة العود، هنا الأوتار الحرة أو مطلقة، هنا الدساتين، عندنا 7 دساتين، 1 2 3 4 5 6 7. الخط هو مكان العفق، يعني أنا لما أحط لك نقطة في أي مكان من الأماكن دي تعرف إن أنت هتعزف الوتر حر أو مطلق. لما أحط لك نقطة على الخط الأول تعرف إنك هتعزف في الصابع الأول، على الخط الثاني تعرف إنك هتعزف في الصابع الثاني، وهكذا. اتفقنا كده على الأساس؟ يلا نبدأ مع بعض. التحويل هيتم ازاي؟